شكرا من جديد على كل مشاهدينا وكل متابعينا، متواصلين معاكم بالتأكيد من خلال صباح الشروق، واحنا في اليوم الأول لامتحان الشهادة الثانوية. بالتوفيق بالتأكيد. والعامل النفسي مهم جدا لطلابنا، خصوصا تأجيل الامتحانات لكذا مرة حسام بنسبة جائحة كورونا، تفاصيل والظروف اللي مختلفة. مرت بها الامتحانات كمان يا صحيح منى، الان صحيح ظروف الفيضانات والسيول في كل السودان. الحمد اذا لله ما ما انت تأجلت الامتحانات، الحمد لله هي ما تأجلت، واذا انت ما تضررت بيكون تاكيد وقوفك مع ناس، احساسك بالناس صحيح وباللي حصل لهم برضه بيكون عنده عامل نفسي كبير جدا. بالتأكيد. بنرحب كثير عبر الهاتف بثريا ابراهيم، وهي باحث اجتماعي، للحديث اكثر عن أحوال الطلاب والتهيئة النفسية اللي ممكن تقدم لهم من خلال المدارس أو من خلال عليك. وبنقول لكل اللي بيسمعونا صباح الخير عليكم، إن شاء الله صباح جميل يا رب. اللهم صباحك آمين. أجمل. صباحك أجمل أستاذة سوريا. واليوم بدأت أو انطلقت امتحانات الشهادة السودانية في كل السودان، والحمد لله يعني أسرة الوزارة عبر وكيلة الوزارة أستاذة تماضل قالت إنه ما في غياب، الأمور ماشية والأوضاع ماشية تمام. فأول يوم أول امتحان، وأهمية الاتزان كده النفسي والهدوء والتركيز بالنسبة للطالب. طيب، أول حاجة بنتمنى كل التوفيق لكل الطلاب والمتحنين الصباح الليلة أول يوم، وبنتمنى برضو لكل الطلاب اللي مروا بظروف صعبة جدا في مناطق الفيضانات إنه يكونوا برضو يكونوا خشوا يعني بشكل كويس ومهيئ وكده. وبنتمنى برضه يعني تكون وزاره التربيه والتعليم برضه عملت اللازم بخصوص الطلاب اللي بيكونوا في المناطق الصعبه شويه الفيضانات. بشكل عام انا افتكر الجو النفسي مهم جدا، والتهيئه والاستعداد النفسي للطلاب والمتحنين. انا افتكر المدرسه تحت الساهر برضه مهمه، انه كل الاسر ما تخلي اولاد وبنات يساهروا، وبرضه نوفر لهم الجو المناسب للمذاكره. وده طبعا في كل الـ 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 يعني في كل الـ الـ الاحوال، اذا كان هم في حتى في المناطق بتاعت الاقواء بنتمنى برضه يكون في اجواء مهيئه لهم. وكمان في الاسر اللي قاعده برضه في بيوتها مستقره بنتمنى يكون في يعني جو جيد للمذاكره، وكمان الجو الاسري يعني الجو اللي فيه موده والفيه يعني جو لطيف. انا افتكر ده برضه مهم جدا، يعني كل ما كانت الاسره مستقره من ناحيه اجتماعيه ونفسيه ده بأثر تماما على الطالب الممتحن بشكل جيد جدا. انا افتكر نعم. الحاجه الثانيه ايوه المدرسه الثانيه، احنا ما برضه بنخوف الاطفال او الممتحنين ديل بانه الامتحان صعب، ولانه هو جاء في ظروف صعبه، ولانه يتأجل كثير. احنا نحاول نديهم برضه فكره كويسه عن الامتحان، انه هو برضه يعني حاجه بسيطه وحاجه حسب اللي هم قروه طبعا، ونحسسهم بالاجتهاد برضه، دي مساله مهمه جدا، وننظم لهم وقتهم. دي برضه على يعني عبء من اعباء الاسر التهيئه تحت الزمن، مساله مهمه. التهيئه تحت المكان، يعني لازم الطالب يكون عنده مكان مخصص. يعني نتكلم عن رقوبه، نتكلم عن طول شجره، نتكلم عن ظروف كثيره يعني في الظل الراهن. نعم. ايوه طالما ذكرت المكان، في بعض الطلاب الان ما في بيوتهم يعني بسبب جراء سيول الفيضانات في ولايات السودان المختلفه. صحيح. سواء كان في اي بقعه فيها يعني بيوت اتضررت او اتمسحت، الان الطلاب ده الموجودين في داخليات، فالعامل النفسي هنا بيغيب لانه ناس البيت ما معاهم. كيف تتم الموازنه في تهيئه العامل النفسي من خلال المشرفين او المعلمين؟ ايوه ده سؤال مهم يا منى. انا افتكر طوال بيجي دور الخدمه الاجتماعيه والنفسيه، يعني المراكز بتاعت الداخليات دي لازم تكون فيها مكاتب بتاعت خدمه اجتماعيه والنفسيه عشان تهيئ الظرف الملائم لهم. وكمان يعني هم محتاجين، ده محتاجين اكثر من الممتحنين اللي قاعدين مع اسرهم مستغرين ما يتاثر بالفيضانات. لازم تبقى الخصوصيه للممتحنين اللي هم في مناطق الايواء في الداخليات تحديدا. مهم جدا المساله تحت الارشاد النفسي والاجتماعي والتهيئه والتطمينات، كمان دي مساله مهمه جدا جدا. التطمينات، وفي انه برضه يشوفوا المستقبل الواعد لهم، وتكون دي الحياه الداعمه النفسيه مهم جدا بالمناسبه لهم بشكل مباشر. دي مساله مهمه. وكمان برضه يا منى ما ننسى التغذيه بتاعتهم، يعني الاطفال او الطلاب الممتحنون هم محتاجين للتغذيه المناسبه ليه، لانه المذاكره هي الطالب بيبذل فيها مجهود طاقه جبار. فبالتاكيد احنا برضه ده دور الخدمه الاجتماعيه والنفسيه بالمناسبه، يعني بالذات الدور الاجتماعي لازم يلفت النظر للمساله دي، ويحسس المسؤولين بالمساله دي لو ما في غذاء مناسب. يعني كل زي ما بقولوا شنو
الاكل المناسب والشراب المناسب لهم في المرحله دي مهمتين جدا. دي مساله مهمه برضو كمان ننتبه لانه هم ملابسهم هي مكتمله ادواتهم المدرسيه دي برضو دي حاجه مهمه. نعم. جزء من التطمينات يعني الطالب ما ممكن هو يكون خاسر امتحان وما معه مثلا المقلمه بتاعته فيها كل ما يحتاجه في الامتحان. ده جزء من التهيئه بالمناسبه. هذا برضو الخدمه الاجتماعيه والنفسيه المفروض تلعب فيها دور كبير جدا جدا. تنتبه للمساله دي تتفقد كل طالب وطالبه في انه هم فعلا عندهم ادوات مدرسيه ولا لا. في برضو ممتحنين ممكن يكون فقدوا حتى كتبهم وكراساتهم ومذكراتهم وكذا برضو يكون فيها دور مهم للامتحانات الجايه. لازم يكون في نفير يعني من الخدمه الاجتماعيه والنفسيه يكون في نفير انه يصنفوا الممتحنين ديل وتشاف لهم برضو معالجات يعني عاجله. دي مسألة مهمة وأنا أفتكر في كمية. نعم. من المبادرات وفي كمية من المبادرين برضه ده بيساهم لحد كبير في تضمينهم في إنه كل الحياة قدامهم وبرضه أنا أفتكر لا أسف على للمعلمين المتطوعين اللي هم برضه جزء من التطمينات في إنه يراجعوا لهم في حتى في المراكز الداخلية دي لازم يكون في مراجعات حفظ بتاع التركيز. وأفتكر في مبادرات دائما بالدور لكن بس. نعم. أنا ما أعرف هي واصلة كل الحتات. طيب. ولا لا. نعم أستاذ سريع جميل الادوار كلها ملموسه من المبادرات المختلفه والمبادرين اللي احنا بنحييهم دائما عبر صباح الشروق زي ما امتدت تحياتنا لكل الطلاب. لكن خلينا نتكلم عن الطالب ذاته نفسه لانه برضه محتاج لتدعيم كبير جدا في مساله التفكير وانت داخل على الامتحان. يا ربي الامتحان حاجه صعب سهل انا بخاف عندي عقده معينه من ماده معينه مثلا انا حاضغط حارسب حشيل الماده دي حانجة. التفكير وتعزيز التفكير الإيجابي في الامتحان بالنسبة للطالب. أيوة ده دور المعلم وده دور برضو الأسر في البيوت وده دور الناس برضو المتحنين اللي قاعدين في الداخليات وفي المراكز في الإيواء. دي مسألة مهمة إنه يكون الدعم اللي هي الكلام اللي قلته أنا في الأول الكلام التطمين المباشر في إنه لازم نطمن المتحنين دول ولازم نوريهم الامتحان ده حاجة طبيعية وكأنما أنت بتجي يعني بتشتغل على ورقة بتاعت عمل عادية ولأنه في النهاية هو امتحان مهم لازم الزول يخضع عليهم. دي مسألة مهمة. برضو ما يعني ما نتكلم كثير عن الـ عن الـ عن الامتحان وبرضو نديهم فترة راحة يعني ممكن يشاهد التلفزيون شوية. الناس اللي قاعدين في بيوتهم حتى اللي قاعدين في المراكز برضو نعمل لهم نشاط ظريف إذا كان ألعاب شعبية إذا كان ونسات إذا كان ضحك إذا كان ونسة من المشرفين. دي مسألة مهمة يعني ما كل الساعات هي المفروض يستذكر الطالب الممتحن ده لازم تكون فيه فترات راحة. دي برضو نخليهم مسترخي. دي مسألة مهمة جدا جدا والحاجة اللي انا باكد عليها تماما المسألة تحت السهر انه لانه حتى في ناس ما في ممتحنين ما بيقدروا يناموا ليه لانهم مقلقين لازم نخليهم برضه الجو بتاع الايوه بتاع انه هم يناموا بدري وكذا وما يعني حتى الاسر ما تكون هي في حالة بتاعة استعداد مزعج على قد ما انه يكون في استرخاء من الاسر انه عشان في النهايه انت لو ازعجت الطالب ده بشكل يعني فيه هو زي ما بيقولوا شوفوا صرامه شديده في المساله بتاعت المذاكره والشرس الشديد. لاحظنا يا استاذه سوريا انه الامهات ذاتهم بيتوتروا اكثر من الطلاب يعني في أكيد مش الممتحنين يعني في كل المدرسه. نعم يعني كل المراحل احنا لاحظنا انه في توتر من الامهات هو طبعا ده حرص وخوف. صحيح نعم. صحيح. لكن سؤالي داير اقوله لك لو سمحتي لي يا استاذة سورية سؤالي انه انا طالبي لما نيجي من الامتحان ولا ولدي لما نيجي من الامتحان المفروض اتعامل معاه كيف؟ هل المفروض اساله من الامتحان كان كيف ونقعد نراجع ولا نبدا صفحه جديده؟ صحيح اذا كان هو اشتغل كويس اداؤه كان كويس او غير جيد او متوسط او ما كويس خالص في النهايه انا دائما بقول المراجعه هي صعبه ما كويسه لان انت في النهايه لما تراجع وتقول انا خلاص كتبت صح وكتبت غلط دي ممكن تدخل الزول في مشكله كبيره لانه ما بتخليه هو مهيئ للامتحان الجاي ولا الاسر حقه تساله انه خلاص تجيب الكتاب وانت عملت كده ولا ما عملت كده لا تقول لهم خلاص بغض النظر عن ادائه شنو انه طوال دخلوا في التهيئه بتاعت الامتحان القادم. دي مساله مهمه ليه؟ لانه عشان ما يخسر كل الامتحانات في النهايه لان احنا دارين الطالب ده واحنا عايزين يعني زي ما بيقولوا انه ينجز درجات كويسه في كل المواد فبالتالي مدخل الماده اللي تم يعني امتحانها انه هي طوال يكون فيه في كلام عنها ويكون في مراجعه لا لازم احنا طوال نهيئه في الجو او ما نتكلم خالص عن الماده اللي فاتت او نديه تضمينات طوال الامتحان الجاي ونديه استعداد اكبر للامتحان تبعات كل الامتحان الجاي.
دي مسألة مهمة جدا جدا. وبرضه القلق احنا ما نحسس المتحنين ده بالقلق يعني من اهله، يعني في اهل زي ما قلت هم بيقلقوا شديد، في امهات بيكونوا قاعدين في المركز لحد ما الابناء وبناتهم يطلعوا من فده برضه بيخلي بيحسس الطالب بالخوف الشديد بالرهبة الشديدة. وبرضه في حاجة مهمة يا جماعة، الكاميرات اللي بتمشي يا منى برضه تمشي بطريقة هادئة، الكاميرات اللي بتمشي تغطي تمشي بطريقة هادئة، يعني تخلي الطلاب بعد ما يطلعوا ما بالضرورة هم يكون في تغطية إعلامية. ده أنا فكرة مهمة جدا يا منى حق الناس اللي بيلاقوا في الإعلام، إنه ما في نفس الجلسة بتاعت الامتحان يكون في كاميرا خاشة على الـ على الـ على, الـ على غرفة بتاعت الامتحان أو فصل، لا ويخلوا الامتحان بعد ما يطلع ممكن ياخذوا منه ولا. دي برضه مسألة مهمة تربك مرات صحيح. الطالب ناهيك يا استاذ سريع عن الزيارات والمتابعه اللي بتجي من المسؤولين من مسؤوليه الوزاره، فدي حاجه صعبه جدا يعني المرور ده. هو نعم جانب ايجابي، لكن مرات في بعض الطلاب يكونوا خايفين يعني في مشوشره. صحيح، بس احنا نختار لان التغطيه برضه مهمه الاعلاميه، بس انا تختار الوقت المناسب اللي ما بيزعج الطالب، دي مساله مهمه شديد لانه ممكن تكون في افادات من الطلاب وافادات طبعا من المسؤولين والمشرفين وكده، فبس تكون بطريقه كويسه ما فيها يعني عشان ما تاثر كمان سلبا على الطالب الممتحن ليا. دي مساله برضه دار اشير لحاجه مهمه جدا يا جماعه، النزله بتاعت الخدمات في المراكز نفسها لان دي جزء من الاستعداد النفسي، مهمه جدا يعني المويه الصحيه للشبه لازم تكون متوفره، ما كل طالب يقدر يشتري مويه معاه وهو داخل معاه.